بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم Lo, those who disbelieve the revelations of Allah, theirs will be a heavy doom. Allah is mighty, able to requite the wrong. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Lo, nothing in the earth or in the heavens is hidden from Allah. السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم